أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة الوفد التعليمية. إن شاء الله منهج جبر معانا بإذن الله، معكم أحمد الفيومي. إحنا طبعا درسنا الحلقة اللي فاتت اللي هو حظر الضرب الديكارتي، وعرفنا إن حظر الضرب الديكارتي من مجموعتين، إن هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول من المجموعة الأولى والمسقط الثاني من المجموعة الثانية. فمثلا لو كان عندي مجموعة س بتساوي 1 و2 و3، والمجموعة ص بتساوي 2 و4 6 و8، جيت قلت لك انا عاوز حاصل الضرب الديكارتي من المجموعه س والمجموعه ص، فبنقول اذا عاوزين مجموعه جميع الازواج المرتبه التي مسقطها الاول من المجموعه الاولى والمسقط الثاني من المجموعه الثانيه. فكنا بنقول ان الواحد هتروح مع الاثنين زوج مرتب، الواحد تروح مع الاربعه، الواحد تروح مع السته، الواحده تروح مع الثمانيه. بعد ما نخلص الواحده ندخل على الاثنين ونقول الاثنين مع الاثنين، اثنين مع اربعه، كان بيطلع لي حوالي مجموعه ازواج مرتبه عددهم بيكون حاصل ضرب ثلاث عناصر اللي هي عناصر س، عدد عناصر س، فعدد عناصر ص اللي هو 3 في 4 يطلع لي كام زوج مرتب؟ كان بيطلع 12 زوج مرتب. النهارده هندخل على درس جديد اللي هو اسمه العلاقه. درس العلاقه يعني ايه علاقه بين مجموعتين، وليكن عندي مجموعتين، مجموعه س والمجموعه ص، مجموعتين غير خاليتين. يعني ايه غير خاليتين؟ يعني يوجد بها عناصر. المجموعه الخاليه اللي اسمها فاي هي مجموعه لا يوجد بها اي عنصر. فانا دلوقتي النهارده درس العلاقه بين مجموعتين، فلو انا عندي مجموعتين، مجموعه اسمها س المجموعه الثانيه اسمها ص، في علاقه بين المجموعتين. العلاقه بين المجموعه س والمجموعه ص، بص التعريف بيقول ايه هناك، كان في حظر الضرب الديكارتي بنقول هو مجموعه جميع الازواج المرتبه التي مسقطها الاول من س والمسقط الثاني منين؟ من ص. لو جينا على سؤال العلاقه، درس العلاقه، فالعلاقه بين مجموعتين بتكون هي ارتباط بعض او كل عناصر المجموعه س مع بعض او كل عناصر المجموعه ص. تاني كده التعريف، حاصل ضرب الديكارتي بيقول لي مجموعه جميع الازواج المرتبه. اما لو جينا للعلاقه بين مجموعتين وليكن مجموعه س ومجموعه ص، فهو ارتباط بعض، يعني مش لازم كل، بعض او كل عناصر المجموعه س مع بعض او كل عناصر المجموعه ص. يعني ممكن نلاقي مثلا الواحد ارتبط مع الاثنين بس، الواحد ارتبط مع الاربعه، مش لازم الواحد يرتبط مع كل العناصر. لو انا لاحظت كده يبقى انا برضو هكتب مجموعه ازواج مرتبه، بس هل هكتب مجموعه ازواج مرتبه كلها؟ لا، انت احنا اتفقنا بعض او كل. طب انا هختار الازواج المرتبه دي بمزاجي؟ طبعا لا، انا هديك علاقه تربط المجموعه الاولى بالمجموعه الثانيه، او تربط المسقط الاول بالمسقط الثاني. يبقى اذا انا لو بصيت كده عندي ان العلاقه بتاعتي هيطلع لي مجموعه ازواج مرتبه. طب دي هجيبها منين؟ هجيبها من حاصل الضرب الديكارتي، بس طبعا مش هنقي مجموعه الارقام بمزاجي، لا، ده انا هلتزم بالقاعده اللي هو قايل لي عليها. طب العلاقه دي هرمز لها بالرمز عين. فلما اجي اقول لك ان في علاقه بين مجموعه س وص، هقول لك عين علاقه من س الى ايه؟ الى ص. معناها ان في علاقه تربط المجموعه س بالمجموعه ص. طب دي هتطلع عباره عن ايه؟ هتطلع عباره عن مجموعه ازواج مرتبه. فمثلا وليكن عندي زوج مرتب ا وب موجود في العلاقه بتاعتي دي. طب العلاقه مثلا مجموعه الازواج المرتبه دي هرمز لها برمز ايه؟ هنسميها بيان عين. ايه بيان عين؟ هي مجموعه الازواج المرتبه اللي هنطلعها على حسب العلاقه اللي عندي. فلو انا عندي مثلا زوج مرتب وليكن اسمه ا وب ينتمي لبيان عين، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان في علاقه تربط المسقط الاول بالمسقط الثاني، يبقى الف عين ب. ايه دي؟ معناه ان في يا مستر دلوقتي عندي علاقه تربط المسقط الاول بالمسقط الثاني. طب ايه يا ترى العلاقه اللي ممكن تكون دي؟ ممكن يجي مثلا يقول لك مثلا العنصر الاول نص العنصر الثاني، يعني المسقط الاول نص المسقط الثاني. ممكن يقول لي المسقط الاول ثلث المسقط الثاني. يبقى لو جه قال لي مثلا ا نص ب، يبقى اما اجي اقول انا الواحد يرتبط مع مين؟ هيرتبط مع الاربعه؟ لا، الواحد يرتبط مع الاثنين. طب الاثنين ترتبط مع مين؟ ترتبط مع الاربعه. لو لاحظت كده ان الواحد ارتبط مع الاثنين بس، يبقى اذا تعريف العلاقه بيقول لي هو ارتباط بعض او كل عناصر المجموعه الاولى مع بعض او كل عناصر المجموعه الثانية. ده معنى العلاقة بين مجموعتين. نشوف مثال بسيط كده بيقول لي إذا كانت س بتساوي 1 و2 و3 والص بتساوي 2 و4 و6 و8 وكانت عين، إيه عين دي؟ قال لك علاقة من المجموعة س إلى المجموعة صاد. يعني دلوقتي بيقول لي ان في علاقه تربط المجموعه الاولى مع المجموعه الثانيه. طيب حيث ا ع ب، ايه دي؟ ا ع ب يعني بيقول لك علاقه المسقط الاول بالمسقط الثاني، تعني
ان بيقول لك ان الالف نص الب مهمه جدا. يبقى لما اجي اقرا المساله ما بقراش وخلاص. تعال نشوف تاني، بيقول لي اذا كانت س بتساوي 1 و2 و3 المجموعه ص بتساوي 2 و4 و6 و8 وكانت هناك علاقه برمز لها بالرمز عين بين مجموعه س والمجموعه ص. طيب بيقول لي حيث الف عين ب، ايه الف عين ب؟ دي مهمه قوي دي، معناها ارتباط علاقه المسقط الاول بالمسقط الثاني. معناها ايه؟ قال لك ان المسقط الاول بيساوي نص المسقط الثاني. طب المسقط الاول ده اجيبه منين؟ قال لك لكل الف تنتمي لس والب تنتمي لمين؟ لص. يعني بيقول لي المسقط الاول هتجيبه من المجموعه الاولى والمسقط الثاني هتجيبه من المجموعه الايه؟ الثانيه. اكتب بيان عين. طيب انت قلت لي دلوقتي ان العلاقه هي جزء يعتبر من حاصل الضرب الديكارتي، انت بتجيبها من حاصل الضرب الديكارتي. طب ما حاصل الضرب الديكارتي بنقدر نمثله بيانيا ومخطط سامي، يبقى نفس الكلام العلاقه، اكتب بيان عين ومثلها بمخطط، ومثلها بمخطط سهمي واخر بيان. طيب نبتدي نحل كده. هو مطلوب ايه بيان عين ده؟ يعني عاوز الازواج المرتبه اللي هي عامله اللي هي العلاقه بين المجموعه س والمجموعه ص. مثلا بيان عين هتساوي، تعالى كده نشوف العلاقه بتقول لي. بيقول لي الف نص الب، يعني المسقط الاول نص المسقط الثاني. هنا الواحد هيرتبط مع مين؟ الواحد يحصل له ارتباط مع الاربعه او السته او الثمانيه؟ لا، هيرتبط مع مين؟ مع الاثنين. يبقى الواحد هيرتبط مع الاثنين، اشمعنى؟ لان المسقط الاول بيقول لي المسقط الاول نص المسقط الايه؟ الثاني. يبقى الواحد يروح مع الاثنين. طب الاثنين هتروح مع الاربعه، ها الثلاثه هتروح مع كام؟ مع السته. لو انا لاحظت كده انا ايه ده؟ باين العلاقه ده كان مجموع كان حاصل ضرب الديكارتي هيطلع لي 12 زوج مرتب، هنا طلع لي كام زوج مرتب؟ هل انا اخترتهم بمزاجي؟ لا، التزمت بالعلاقه اللي قال لي عليها اللي بيقول لي الف نص ب. اذا هو ده الدرس بتاعنا، ان هو هيجيب لك علاقه بين مجموعتين. طيب انا هكتب برضو ازواج مرتبه ويديني كله نص؟ لا، يبقى اذا المسائل بتاعتي هتختلف على حسب مين؟ على حسب العلاقه اللي في المساله. ممكن يقول لي الف نص ب، الف ثلث ب، الف زائد ب بتساوي 7، الف اكبر من ب، الف معامل من عوامل ب، الف مضاعف لب، كذا علاقه طبعا. وطبعا كل دي مثلا نعرضها دلوقتي. نرجع طبعا لمسالتنا، بيقول لي ها كده انا كتبت بيان عين، بيقول لي 1 و2 2 و4 3 و6 ومثلها بمخطط سهمي. ايه المخطط السهمي ده؟ كنت بعمل المجموعه الاولى في عمود كده، بكتب العناصر بتاعتها اللي هي عباره عن 1 والاثنين والثلاثه، والمجموعه الثانيه قصادها كده اللي فيها 2 و4 و6 و8. طبعا كنا بنقول في حاصل ضرب الديكارتي بيطلع اسهم كتير، هنا لا، الواحد هيروح مع الاثنين، الاثنين تروح مع الاربعه، الثلاثه تروح مع كام؟ الستة. ويبقى ده المخطط الايه؟ المخطط السهمي. طيب وطلب مني برضو واخر بياني، ايه البياني دوت؟ كنت بعمل شبكه بيانيه يعتبر، هنا المجموعه الاولى حتى لو اسمها صاد مش لازم افق يبقى سين، وهنا المجموعه ايه؟ صاد. المجموعه الاولى كان فيها 1 و2 و3، المجموعه الثانيه 2 و4 و6 و8. طيب نشوف الواحد راح مع مين؟ الواحد راح مع الاثنين، الاثنين راح مع الاربعه، والثلاثة راحت مع كام؟ مع الستة. يبقى كده احنا عرفنا عن ايه العلاقة بين المجموعتين. تاني هي ارتباط بعض او كل عناصر المجموعة الأولى مع بعض او كل عناصر المجموعة الثانية. يعني مش لازم كل عناصر، لا مش لازم كل عناصر، ممكن عنصر واحد يرتبط مع كله، ممكن تلاقي عنصر ما ارتبطش خالص، لا ده ما يخصنيش. مين هعرف منين؟ هعرف من العلاقة اللي بيقول لي عليها. كده احنا عرفنا عن ايه علاقة، وعرفنا ان بيان العلاقة هو جزء من حاصل الضرب الايه؟ من حاصل الضرب الديكارتي. واحد يقول لي طب ما في حاصل الضرب الديكارتي كنا بناخد ان المجموعة ممكن تتضرب في نفسها، س ضرب س اللي هي س 2، نفس الكلام. طب انا ممكن يبقى عندي علاقة على مجموعة مرتين، يعني عندي س مكررة مرتين، في الحالة دي بقول عين علاقة على س. يعني ايه عين علاقة على س؟ يعني المجموعتين اسمهم ايه؟ اسمهم س، وهنعرضها دلوقتي. طيب كده احنا عرفنا عن ايه علاقة، وعرفنا نجيب بيان العلاقة ازاي، وعرفنا نمثلها مخطط سهمي ومخطط بياني. نروح للجزء الثاني، بيقول لي الدالة. ايه الدالة ديت؟ هل ايه هي الدالة؟ الدالة هي علاقة، يعني هل أي علاقة أقول عليها ده؟ قال لك لا. امتى اقول على العلاقه داله؟ لازم تحقق شرط معين كده، لو حققته اقدر اسمي العلاقه في الحاله دي اسميها ايه؟ داله. طيب ايه الداله بتقول لي ايه؟ بتقول لي هي علاقه بس بشرط كل عنصر من المجموعه الاولى يرتبط مره واحده. تاني كده، هي علاقه بس بشرط
كل عنصر من المجموعه الاولى، ماليش دعوه اسمها ايه، اسمها سين اسمها صاد اسمها عين، لا كلامي واضح، كل عنصر من المجموعه الاولى يرتبط بعنصر واحد من المجموعه الثانيه. انا حددت يرتبط بمين؟ لا بيرتبط بعنصر ايه، بعنصر واحد. فتعالى بص كده على العلاقه اللي قدامي دي، هل العلاقه دي تسمى داله؟ والله يا مستر انت لسه قايل لي تسمى داله اذا ارتبط كل عنصر من المجموعه الاولى مع عنصر واحد من المجموعه الثانيه. لو انا بصيت على واحد ارتبط مره مع الاثنين، الاثنين ارتبط مره مع الاربعه، الثلاثه ارتبط مره مع كام؟ مع سته. يبقى كل عنصر ارتبط مره، في هذه الحاله اسمي العلاقه ايه؟ داله. يبقى طالما كل عنصر ارتبط مره يبقى نسمي العلاقه في الحاله دي داله. طب لو عندي عنصر ارتبط مرتين تبقى ليست داله، عنصر ما ارتبطش اساسا يبقى برده ليست داله. طب ممكن نعرفها من حاجه ثانيه؟ لو بصيت على بيان العلاقه الاقي ان كل عنصر من المجموعه الاولى ظهر كمسقط اول مره واحده، او بشكل اخر ان كل عنصر من المجموعه الاولى خرج منه سهم واحد، او نقولها بشكل ثالث ان كل خط راسي يمثل عليه نقطه واحده. يبقى اذا احنا عرفنا يعني ايه الداله، يبقى الداله اذا هي الداله هي علاقه، بس بشرط لازم كل عنصر من المجموعه الاولى يرتبط بعنصر واحد من المجموعه الايه، من المجموعه الثانيه. وعرفنا لو جه في الامتحان هيسالك هي داله ام لا ولماذا، هنقول هي داله لان كل عنصر ارتبط مره واحده، ادي طريقه. او نقول كل عنصر من المجموعه الاولى ظهر كمسقط اول مره واحده، ودي صحيحه برضو. وممكن نقول كل عنصر من المجموعه الاولى خرج منه سهم واحد، او كل خط راسي يمثل عليه نقطه واحده. اذا العلاقه داله هيسمى عندي ثلاث مسميات، هيظهر عندي ثلاث مسميات في الداله. ايه هما؟ اول حاجه اسمها المجال للمجموعه الاولى، ثاني حاجه اسمها المجال المقابل اللي هي المجموعه الثانيه، ثالث حاجه اسمها المدى، ودي اهم حاجه فيها. ثاني يبقى المجموعه الاولى بسميها المجال، يعني القيم اللي انا مسموح لي اشتغل بيها. المجموعه الثانيه هي الارقام اللي ممكن استخدم منها او اطلع منها النواتج. ايه بقى المدى؟ هو الصور عناصر س اللي باخدها من ص. لو انا جيت على المجموعه ص انا خدت منها 2 و4 و6، يبقى ده بسميه الايه؟ بسميه المدى. وهنعرض دلوقتي شويه مسائل عن العلاقه والداله. هنيجي للمثال الاولاني اللي هو بيقول لي اذا كانت س بتساوي 1 و2 و3 وص بتساوي 1 و3 و6 و9 و12 وكانت عين علاقه، يبقى عندي علاقه بين المجموعه س الى المجموعه صاد. طيب انت في علاقه لازم تعرفني ايه العلاقه اللي موجوده. بيقول لي حيث ا ع ب، يعني علاقه المسقط الاول بالمسقط الثاني، ان ا تلت ب، يبقى المسقط الاول تلت المسقط الايه؟ الثاني. طب انا اجيب منين الالف؟ اجيب منين ب؟ الالف هنجيبها من المجموعه الاولى، والب هنجيبها من المجموعه الايه؟ الثانيه. هو بيقول لي لكل الف تنتمي ل س، وب تنتمي لايه؟ وب تنتمي ل ص. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي، وهل عين داله ام لا ولماذا، واذا كانت داله اذكر المدى. يبقى اذا هو مش هيقول لي اذكر المدى الا اذا كانت داله، لان اتفقنا طالما العلاقه بقت داله يعني كل عنصر من س ارتبط مره واحده يبقى العلاقه تسمى داله. وطالما تسمى داله يبقى اذا هيظهر عندي ثلاث مسميات، قلنا الاول مجال، المجموعه الاولى مجال، المجموعه الثانيه المجال المقابل، الصور اللي بطلعها من صاد بسميها الايه؟ بسميها المدى. فهو بيقول لي اكتب بيان عين، يبقى انا دلوقتي هكتب بيان عين. هيساوي ايه بيان عين؟ والله انا هلتزم بالعلاقه اللي قال لي عليها، مش هروح مع اي حاجه مع اي حاجه، لا ده بيقول لي ا تلت ب، يعني الواحد تلت مين؟ طبعا الواحد تلت كام؟ تلت التلات. يبقى اول حاجه الواحد هيروح مع التلات. طيب الواحد هيروح مع حاجه ثاني؟ لا ندخل على الاثنين. الاثنين تلت مين؟ الاثنين تلت السته، يبقى الاثنين هترتبط مع مين؟ مع السته. طب نشوف التلاته، ها التلاته تلت كام؟ والتلاته تلت التسعه. انا كده خلصت، لقيت ان الواحد تلت التلاته، الاثنين تلت السته، والتلاته تلت كام؟ التسعه. يبقى اذا بيان العلاقه مش لازم يطلع زي حصل دبل ديكارتي ازواج مرتبه كتيره او مجموعه كل الازواج مرتبه، لا ده انا بلتزم بالعلاقه اللي بيقول لي عليها. قال لي الف تلت ب، التزم العلاقه. قال لي الف زي ب بيساوي خمسه، الف زي ب بيساوي سته، الف اكبر من ب، طبعا زي ما يقول كده. انا كتبت المطلوب الاولاني، بيقول لي فاكتب بيان عين، كتبنا بيان عين. بيقول لي مثلها بمخطط سهمي، طبعا عارفين المخطط السهمي ان انا برسم المجموعه الاولى فعمود كده، ادي المجموعه س، والمجال المقابل قصادها والمذ بالرمز ايه؟ ص. المجموعه الاولى نكتب عناصرها اللي هي واحد واثنين وثلاثه، المجموعه الثانيه فيها واحد وثلاثه وسته وتسعه و12، وابتدي اخرج اسهم من كل عنصر، كل زوج مرتب يمثل سهم. الواحد راح للثلاثه، يبقى الواحد مع الثلاثه، الاثنين تروح للسته، والثلاثه تروح للكام؟ والثلاثه تروح
للتسعة. انا كده عملت المخطط السامي المطلوب اللي طلبه، قال لي بيان عين، كتبت بيان عين، مثلها بمخطط سامي، مثلت بمخطط سامي. المطلوب الثالث بقى بيقول لي هل عين دالة ام لا؟ طبعا هعرف دالة، نرجع لتعريف الدالة. الدالة هي علاقة. طيب اي علاقة؟ لا، لازم تحقق شرط ان كل عنصر من المجموعة الاولى يرتبط مرة واحدة بعنصر من المجموعة ايه؟ من المجموعة ص. فلو جيت بصيت هلاقي ان الواحد ارتبط مرة مع الثلاثة، الاثنين ارتبطت مرة مع الستة، الثلاثة ارتبطت مرة مع الكام؟ مع التسعة. يبقى العلاقة دي دالة ولا مش دالة؟ اذا العلاقة دي ايه؟ دالة. يبقى نقول العلاقة دالة. ليه؟ لان كل عنصر من المجموعة سين، هنقول بقى اي حاجه من اللي هنقولها ديت، يا اما نقول ارتبط مره واحده، او نقول كل عنصر مجموعه سين ظهر كمسقط اول مره واحده، او واحد بيحب يستسهل يقول لي خرج منها سهم ايه؟ خرج منه سهم واحد، يبقى خرج منه سهم واحد. طب مجرد ما العلاقه بقت داله بيطلب مني ايه بقى بعد كده على طول؟ بيطلب مني المدى. احنا اتفقنا المجال ايه هو؟ المجال هو القيم اللي مسموح لي اشتغل عليها. ازاي يعني مستر اشتغل عليها؟ لو انا بصيت كده الواحد الواحد تلت التلاتة، الاتنين تلت ايه؟ الاتنين تلت الستة، التلاتة تلت واحد، يقول لي طب ما الاربعة تلت الاتناشر. طب ليه ما استخدمتش الاربعة تلت الاتناشر؟ هي الاربعة بتاعتي موجودة في المجال؟ لا، يبقى اذا ما اقدرش استخدم الاربعه مع مين؟ مع ال 12، لان كلمه المجال يعني القيم اللي مسموح لي اشتغل عليها، اللي هي مين؟ اللي هي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه سميناها المجال المقابل، طلب مني المدى اللي هي الصور اللي انا خدتها من المجال المقابل. انا خدت مين؟ انا خدت 3 و6 و9، يبقى اذا المدى بتاعي بكتبه في شكل زوج مرتب، يبقى المدى بشكل مجموعه اللي هو كام؟ ال 3 ها وال6 والكام؟ والتسعة. وبكده المثال يكون خدت درجة نهائية في المثال، زي ما بيجي زي ما قدامكم كده. هو ده سؤال الامتحان، بيديك علاقة مثلا مجموعتين او مجموعة واحدة، ويقول لك في علاقة عندك، ويقول لك العلاقة بتاعتك عبارة عن ايه، ويطلب منك بيان عين، يطلب مخطط سامي، وممكن اخر بياني، وبعد ده كله يقول لك هل العلاقة دي دالة ام لا. طبعا لو حققت الشرط بتاعنا تبقى دالة، ما حققتش تبقى ليست دالة. بكده المثال يكون خلص. ندخل على المثال الثاني، بيقول لي اذا كانت س بتساوي 1 و2 و0 وسالب 1 وسالب 2، وكانت اذا مديني مجموعه واحده، بص بيقول لك ايه، وكانت عين علاقه على س. يعني ايه عين علاقه على س؟ يعني المجموعتين بتوع اسمهم ايه؟ س. طب انا عشان ما اتلخبطش بتلخبط، اروح كاتب مجموعه ثانيه س كده فوقيها، 1 و2 و0 وسالب 1 وسالب وسالب 2. كتبت مجموعه ثانيه؟ اه، يبقى انا كده عندي المجموعتين اسمهم س. يبقى كلمه عين علاقه على س معناها ان المجموعتين اسمهم ايه؟ س. طيب تعالى بقى عاوز المهم. المهم بيقول ايه؟ ان العلاقه اللي تربط المسقط الاول بالمسقط الثاني ايه؟ قال لك ان المسقط الاول اللي هو الف معكوس جمع للمسقط الثاني اللي هو مين؟ اللي هو ب. طب الف اجيبه منين؟ قال لك الف تجيبه من المجموعه الاولى، وب تجيبه من المجموعه الايه؟ الثانيه، ان علاقه من س الى س. طب ما انا عندي مجموعتين اسمهم س، فاذا مش هتفرق معانا. اكتب بيان عين. طب هو ايه المعكوس الجمعي؟ احنا اتفقنا المعكوس الجمعي هو تغيير الإشارة. يعني مثلا الاثنين معكوس الجمع كام؟ سالب الاثنين. يبقى العدد لو موجب أخليه سالب، لو سالب أخليه موجب. طب بعدين طب المعكوس الضربي اللي هو بشقلب الكسر، يعني 2 على 3 معكوس الضربي يبقى 3 على كام؟ 3 على 2. طب الاثنين معكوس الضربي كام؟ الاثنين مقامها 1، فلما أجي أقلب تبقى 1 على كام؟ 1 على 2. نبص كده، تعالى نكتب بيان عين. طيب احنا نشوف بقى اول حاجه الواحد هو معكوس الجمع كام؟ سالب واحد موجود اهو، يبقى الواحد هيروح مع سالب واحد، ادي اول حاجه. نمسك العنصر الثاني، العنصر الثاني كام؟ 2، الاثنين معكوس الجمع سالب 2، موجود في المجموعه الثانيه؟ اه موجود، يبقى الاثنين تروح مع سالب 2. نكمل، ها صفر، الصفر والصفر معكوس الجمع كام؟ الصفر معكوس الجمع هو صفر، موجود؟ اه، يبقى الصفر هيروح مع الصفر. نكمل، سالب واحد معكوس الجمع 1، يبقى سالب 1 يروح مع الواحد. فاضل مين؟ فاضل السالب 2 هتروح مع الاثنين، ويبقى كده انا كتبت بيان عين. طبعا الغلطه اللي بيغلط فيها كل الطلبه ان هو بيودي الواحد مع سالب 1 والاثنين مع سالب 2 والصفر مع صفر وما يكتبش دول. يقول لي ما انا كتبت الواحد راحت مع سالب 1. لا، الواحد راحت مع سالب 1، لكن هل الزوج المرتب ده هو الزوج المرتب ده؟ لا، احنا خدنا طبعا في اول جزء في الجبر عندنا اللي هو الزوج المرتب، زوج مرتب، يبقى اذا الترتيب ضروري. اذا 1 وسالب 1 غير سالب 1 وايه؟ سالب 1. انا كده كتبت بيان عين. طبعا هيسالني طلب مني امثل؟ لا، ما طلبش مني تمثيل، خلاص. طيب بيقول لي هل العلاقه دي داله ام لا؟ والله انت بتقول لي الداله هو ان كل عنصر يرتبط كم مره؟ يرتبط مره، يرتبط مره واحده، او نقول كل عنصر يظهر كمسقط اول مره واحده. تعال نشوف كده كل عنصر المجموعه الاولى ظهر ولا لا. اه، الواحد ظهر مره، الاثنين ظهر مره، الصفر ظهر مرة واحدة، السالب 1 ظهر مرة واحدة، السالب 2 ظهر مرة. لا، ما هي ده، ما السالب 2 ظهرت هنا وظهرت هنا. لا،
تاني كده، كل عنصر من المجموعه الاولى يظهر كمسقط اول مره واحده. اذا كل عنصر من المجموعه الاولى ظهر كمسقط اول مره واحده، اذا العلاقه ايه؟ داله. يبقى العلاقه داله. ليه؟ لان كل عنصر من المجموعة الأولى ظهر كمسقط أول مرة واحد. طيب طبيعي بعد ما يقولك العلاقة دالة اذكر المدى. يبقى المدى بتاعي احنا اتفقنا المدى ايه هو؟ العناصر اللي انا خدتها من المجموعة التانية. انا خدت المجموعة التانية ايه؟ طب انا ممكن ابص على زوج مرتبة، انا خدت مين؟ السالب واحد، السالب اتنين، الصفر، الواحد، الاتنين. يبقى انا خدت السالب واحد، السالب اتنين، الصفر، الواحد، الايه؟ الاتنين. وبكده يبقى انا خلصت ايه؟ المسألة كاملة، وبرضو اخدت درجة النهائية. زي ما انتم شايفين كده اسئلة العلاقة كلها هتختلف في حاجة واحدة بس، ايه هي؟ اللي هي العلاقة ا ب تعني ايه؟ او تعني ايه؟ فانا لو جيت بصيت لهنا ا تلت ب، طب هنا ا معكوس جمع ال ب، يبقى اذا كل المسائل هتحل بنفس الشكل. ما طبعا مع اختلاف العلاقة اللي عندي. ايه العلاقة بقى؟ طبعا عندنا علاقات كتير جدا. نعرض شويه منهم. قلنا الف نص واخدينها، الف تلت، الف معكوس جمعي. زي ما في معكوس جمعي ممكن نقول معكوس ضربي، ممكن نقول الف زائد ب بتساوي 7. يعني ايه يا مستر؟ يعني المسقط الاول زائد المسقط الثاني مجموعهم يديني 7. ممكن نقول لي الف مضاعف لب، الف ضعف ب. ايه ده؟ وفي اختلاف؟ انا هعرضها دلوقتي. الف عامل من عوامل ب، يقول لي الف اس 2 بتساوي ب. نكمل المسألة على الدرس. يقول لي إذا كانت س بتساوي 1 و3 و4 و5 وص 1 و2 و3 و4 و5 و6. طيب كده مديني مجموعتين، تعال نشوف العلاقة. يقول لي وكانت عين علاقة من س إلى ص حيث أ ع ب، تعني إن أ زائد ب بتساوي 7. نقول تاني يعني إيه أ ع ب؟ يعني علاقة المسقط الأول بالمسقط الثاني. بيقول لي إن مجموع المسقط الأول زائد المسقط الثاني يبقى مجموعهم بيدي كام؟ 7. طيب أ أجيبه منين؟ قال لي أ تجيبه من المجموعة الأولى اللي هي س، وب تجيبه من المجموعة الثانية اللي هي إيه؟ ص. طبيعي يقول لك اكتب بيان عين ومثلها بقى أو ما تمثلهاش زي ما يقول. قال لي مثلها بمخطط سامي. السؤال اللي متوقعه على طول، وهل عين دالة أم لا؟ وإذا كانت دالة أذكر المدى، وممكن ما يطلبش منك إيه؟ المدى زي قدامنا كده. تعال نشوف كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي أ زائد ب بيساوي 7. لما نيجي نكتب بيان عين، بيان عين يعني ايه؟ عاوزين الازواج المرتبه اللي بتحقق العلاقه بتاعتي. بتقول لي ان المسقط الاول زائد المسقط الثاني بيدي 7. الواحد زائد الكام يدي 7؟ الواحد زائد السته. هل موجود عندنا؟ اهي. يبقى الواحد هتروح مع الكام؟ مع السته. اشمعنى؟ لان الواحد زائد سته مجموعهم كام؟ مجموعهم 7، اللي بتحقق العلاقه بتاعتي. تعالى نكمل. ها الثلاثه هتروح مع مين؟ 3 زائد 4، الاربعه موجوده؟ يبقى الثلاثه هتروح مع الاربعه. اللي بعدها 4 هتروح مع الثلاثة، بحيث ان 4 زائد 3 بيساوي 7 موجودة. يبقى الاربعة مع الثلاثة. هنرجع تاني، هل 3 و 4 هي 4 و 3؟ لا، لان ده زوج مرتب، يبقى اذا الترتيب ضروري. الخمسة، الخمسة زائد 2 موجودة؟ يبقى الخمسة تروح مع كام؟ مع الاثنين. هل هكمل؟ يعني اجي اشوف حاجة للستة واشوف حاجة للواحد؟ لا. ليه؟ لان انا ملتزم بالمجال، المجال اللي هو المجموعة الأولى بالقيم اللي أنا مسموح لي أشتغل بيها، اللي هي 1 و3 و4 وكام؟ و4 و5. طيب السؤال المتوقع، لا ده لسه بيقول لي مثل مخطط سامي. طبعا عارفين مخطط سامي إن أنا بعمل عمودين كده، عمود فيه المجموعة الأولى اللي هي س، والمجموعة الثانية اللي هي إيه؟ ص. المجموعة الأولى فيها العنصر 1 و3 و4 و5. المجموعة الثانية عبارة عن 1 2 3 4 5 6. طيب نشوف الواحد راح مع مين. كل زوج مرتب يمثل سهم. الواحد راح للستة، الثلاثة الثلاثة راحت للأربعة، الأربعة راحت للثلاثة، والخمسة راحت للكام؟ راحت للاثنين. السؤال طبعا، هل العلاقة دي تسمى دالة؟ تعريف الدالة لخامس مرة، ان الدالة هي علاقة كل عنصر من المجموعة الاولى يرتبط مرة واحدة، او ظهر كمسقط اول مرة واحدة، او خرج منه سهم ايه؟ واحد. لو لاحظنا كده لقى الواحد ظهر مرة، التلاتة ظهرت مرة، الاربعة ظهرت مرة، والخمسة ظهرت مرة كمان. اذا العلاقة تسمى ايه؟ يبقى العلاقة دالة. يبقى العلاقة دالة. قال لي لماذا؟ لا والله هو ما قالش. قال لي هل العلاقة دالة أم لا؟ طيب لو طلب مني المدى هيكون إيه المدى؟ المدى قلنا هي الصور اللي باخدها من المجموعة ص. أنا خدت من ص مين؟ خدت الستة،
والاربعه والثلاثه والاثنين. انا لاحظ ان كل ما اجي اجيب المدى اروح باصص هنا عشان ما توهش، هنا ممكن اتوه، هنا ممكن اتوه، فين؟ المدى طالما العلاقه داله، المدى هي المسقط الايه؟ المسقط الثاني. امال المسقط الاول ده اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ اي برافو عليكم، اللي هو المجال. يبقى انا ممكن من خلال علاقه زي دي اقدر اطلع المجال واطلع المدى، بس لازم تكون في الاول هي ايه؟ العلاقه تكون داله. خش على المثال اللي بعده، بيقول لي اذا كانت س بتساوي 2 و5 و8 والص بتساوي 10 و16 و4 و20 و30 وكانت عين علاقه من س الى ص. خلاص احنا عرفنا الحته دي من كتر ما قلناها حفظناها. حيث ا عين ب تعني ان ا عامل من عوامل ب. يعني ايه ا من عامل من عوامل ب؟ الصيغه الثانيه بتاعتها يقول لك ا تقسم ب. يعني ايه؟ ايه العامل من العوامل دي؟ لو انا جيت مثلا امسك السته اقول لك حلل السته الى العوامل بتاعتها، يعني بتقول لي السته بتساوي كام في كام؟ السته بتساوي 1 في 6 وبتساوي 2 في 3، اذا عوامل السته 1 و2 و3 و6. بمعنى اخر ا عامل من عوامل ب، يعني الب تقبل القسم على مين؟ تقبل القسم على الالف. فانا لو جيت احلل السته قلنا اهو 2 في 3 و1 في 6، السته تقبل القسم على 2 وتقبل على 3 وتقبل على 1 وتقبل على كام؟ على 6. طيب احنا كده ممكن نجيبها بشكل ثاني. يقول لك ا تقسم ب. يعني ايه ا تقسم ب؟ او يعني ا عامل من عوامل ب، معناها ان الب تقبل القسم على مين؟ على ا. طيب هو ا دي جايبها منين؟ قال لك ا تبع س وب تبع ص. اكتب بيان عين. لا ده ركز بقى شويه عشان بيان عين دي ممكن تلخبطنا. بيان عين، تعال نشوف. نمسك اول رقم، يا ترى الاثنين ده عامل من عوامل مين؟ اقولها بشكل ثاني، مين هنا يقبل اسم على الاثنين؟ او الاثنين دي ممكن تتضرب في كام تدي 10؟ تتضرب في كام تدي 16؟ الاثنين تتضرب في 5، يبقى الاثنين عامل من عوامل مين؟ من 10. طب الاثنين عامل من عوامل 16؟ 2 في كام؟ 2 في 8، يبقى اذا الاثنين عامل من عوامل ال 16. بطريقه عكسيه، مين هنا يقبل الاسم على الاثنين؟ ال 10، ال 16، ال 24، الكام؟ ال 30. اذا الاثنين عامل من عوامل كل الارقام دي، يعني الاثنين تروح مع كله؟ الاثنين تروح مع كله. يبقى اذا دلوقتي اول حاجه الاثنين هتروح مع ال 10، ليه يا مستر؟ عامل من عوامل ال 10. طيب الاثنين هتروح مع كام؟ مع ال 16. الاثنين هتروح مع كام؟ مع ال 24. ها؟ الاثنين تروح مع كام؟ مع ال 30. ده انا كده الاثنين ارتبطت اربع مرات. من قبل ما تسالني هل العلاقه دي داله؟ طبعا لا، ده الاثنين ظهرت كام مره؟ ارتبطت اربع مرات، اذا العلاقه ليست داله من اول رقم عرفت. احنا طب هنقف كده؟ لا نكمل طبعا، لان طلب مني بيان عين، يعني اكتب الازواج المرتبه لتحقق الايه؟ العلاقه. كده خلصنا الاثنين. نمسك الخمسه، هنقول بنفس الشكل. الخمسه ممكن تضرب في حاجه تدي 10؟ 5 في 2. لا الطريقه الثانيه اسهل، مين هنا بيقبل اسم على 5؟ ال 10 والكام؟ وال30. يبقى احنا دلوقتي عندنا الخمسه تروح مع ال 10 وتروح مع الكام؟ الخمسه. برضو بوظت المساله، قالت لك ان العلاقه ليست داله. ليه؟ الخمسه ارتبطت كام مره؟ مرتين. ده لسه في الثمانيه، الثمانيه مين هنا يقبل اسم على الثمانيه؟ طبعا ال 16 والكام؟ وال 24. يبقى الثمانيه تروح مع ال 16 وتروح مع الكام؟ على ال 24. اذا كده بالتالي كده كتبنا بيان عين عباره عن كام زوج مرتب؟ لا ده الاثنين اربع مرات، والخمسه مرتين، والثمانيه مرتين. هل العلاقه داله؟ العلاقه ليست ايه؟ ليه يا مستر ليست داله؟ لان عناصر س كل عنصر ارتبط اكثر من ايه؟ اكثر من مره. طيب نبص على المثال الاخير دوت، مثال شكله غريب، جايب مساله محلوله وطالب مني معلومات ثانيه. بيقول لي ايه؟ اذا كانت س بتساوي 1 و3 و5 وعين دل على س. ايه ده؟ يعني ايه عين دل على س؟ يعني كان في علاقه على س اللي هي مجموعه نفسها، والعلاقه دي حققت الشروط وبقت داله. اي شروط؟ ان كل عنصر من المجموعه الاولى يظهر كمسقط اول مره واحده، او نقول يرتبط مره واحده بصوره ايه؟ بصوره عامه. طيب نشوف كده، بيقول لي س 1 و3 و5 والعلاقه دي داله مش قراها وخلاص، لا داله دي يعني كل عنصر ارتبط مره ايه؟ واحده، يعني يظهر في المسقط الاول مره واحده. طيب نشوف كده، بيقول لي بيان عين بيساوي، ده هو مديني الحل كمان. حللها لك، بيقول لي ا و3 ب و1 و1 و5. بس انا مش فاهم حاجه يا مستر، يعني ايه اصلا س وكاتب ايه الكلام اللي كاتبه ده؟ كلمه عين دل على س يعني الس مرتين، نكتب الس مرتين 1 و3 و5. العلاقه دي لو حصل ارتباط، في رقم ارتبط مع الثلاثة وفي رقم ارتبط مع الواحد، والواحد ارتبطت مع الخمسه. طب يا امتى العلاقه تكون داله؟ لو كل عنصر من المجموعه الاولى يرتبط ايه؟ مره، يعني يظهر كمسقط اول مره واحده. طب تيجي نشوف كده مين اللي ظهر؟ انا لو بصيت في المساله ا ما اعرفوش، ب برضه ما اعرفوش، مين اللي ظهر الوحيد؟ الوحيد اللي ظهر واحد، يبقى لا ده انت قلت لي كل عنصر يظهر
كمسقط اول مره واحده. طب نص كده يبقى المفروض الثلاثه تظهر والخمسه تظهر، يعني ممكن الالف تكون ثلاثه. طب ما ممكن تكون خمسه. ليه يا مستر؟ مش الثلاثه الاول يبقى الالف الاول؟ لا، احنا عندنا في خواص المجموعات ان الترتيب ليس ضروري، يعني ممكن اكتب زوج مرتب ده هنا، ممكن اجيب ده هنا، يبقى اذا ما تفرقش معايا. لو الالف خدت الثلاثه البي تاخد الكام؟ خمسه. اشمعنى ثلاثه والخمسه؟ ما انا بصيت الاقي الواحد ظهر مره، يبقى المفروض الثلاثه تظهر مره والخمسه كمان تظهر مره. فانا بصيت خلاص يبقى اكيد واحد من دول ثلاثه، يعني لو الالف بثلاثه تبقى البي بكام؟ بالبي بخمسه. طب لو الالف بخمسه يبقى اكيد البي بثلاثه. طب هو طالب ايه؟ قال لي يوجد قيمه الف زائد بي. ما انت قلت لي الف بثلاثه يبقى البي بخمسه، 3 زائد 5 ب 8. طب لو العكس، لو الالف بخمسه والبي بثلاثه برضه هتبقى 5 زائد 3 بكام؟ 8. اذا لو الالف بثلاثه هتكون البي بكام ساعتها؟ بخمسة. طب لو الالف هي اللي بخمسه هتكون البي بكام؟ البي بتساوي 3. طيب يبقى اذا الف زائد بي بتساوي كام؟ 8. طب فين السؤال؟ ما ايه المشكله يعني؟ سهله ايه؟ طب لو طلب مني بقى الف ناقص بي، الف ناقص بي، لا تعالى، طب ما هي هي، ما لو الالف 3 البي بخمسه، لا ده هنا اما بدلت 3 زائد 5 هي 5 زائد 3 ب 8، لكن الطرحه للطرحه عمليه قدريه، الطرحه ليست عمليه قدريه، يعني اذا 8 ناقص 5 او 5 ناقص 3 غير 3 ناقص كام؟ طب ايه الاختلاف؟ 5 ناقص 3 تدي موجب 2، اما 3 ناقص 5 تدي سالب 2. يبقى في حاله الطرح عندي كام اجابه؟ عندي اجابتين، يا اما موجب 2 يا اما سالب 2، لان الطرح عندي 5 ناقص 3 بموجب 2 و3 ناقص 5 بسالب 2. وبكده طبعا نكون خلصنا درس العلاقه. طبعا احنا عندنا العلاقه والداله تمرين فوق ما تتخيلوا، كل الاختلاف زي ما اتفقنا اللي هو ايه؟ العلاقه اللي عندي زي ما اتفقنا، تلت نص يقول لك ا زائد ب بيساوي 5، ا زائد ب اكبر مش عارف من 3 اكبر، ا زائد ب عدد فردي، ا نص ب، ا خمس ب، ا تربيع بتساوي ب، جذر ا بيساوي ب. طبعا علاقات انا ممكن دلوقتي احنا انت ممكن كطلبه تقعدوا تالفوا علاقات المساله، بس اهم حاجه انك تفهم العلاقه صح. يعني مثلا حاجه زي دي ممكن يجيبها بصيغتين اهو، ا عامل من عوامل ب. لو انا مش عارف معنى العلاقه ا عامل من عوامل ب يبقى اذا مش هحل السؤال بتاعي. يعني ا عامل من عوامل ب هي هي الشكل بتاعها الثاني، ا تقسم ب، قلنا يعني ب تقبل القسم عليه ا. عكسها بالظبط لو جه ا مساله ا مضاعف لب، ا مضاعف لب، يعني ايه ا مضاعف لب؟ ا مضاعف لب. واحد طبعا هيجي في دماغه يقول لي يعني ا قد ب مرتين، لا اسمها ألف ضعف ب أو ألف بتساوي 2 ب، لكن أقول لك ألف مضاعف، مضاعف يعني مش قدها مرتين، ده ممكن 3 أو 4 أو 5 لمالها، برضه أعملها إزاي دي؟ بمعنى أسهل يعني ألف تقبل القسمة على ب. يبقى لو جات لي يقول لي ألف مضاعف لب يعني ألف تقبل القسمة على إيه؟ على ب. وبكده يكون خلصنا درس الدالة، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله مع الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله.